الكرام للحديث عن تطورات ثورة تشرين، معنا من بغداد الناشط في التظاهرات عبد الله الفراجي. أهلا بكم سيد عبد الله. بداية، اليوم تظاهرات طلابية في عدة محافظات رغم القمع الحكومي والتهديدات، هل استعادت الثورة زخمها؟ نعم أخي، أهلا بك، حياك الله. أهلا وسهلا. والله زخم المظاهرات بدأ يزداد شيئا فشيئا منذ أسبوعين. اليوم تم قطع الطرق التي تربط المحافظة الجنوبية بمحافظة بابل والنجف الأشرف. اليوم كما كل يوم أحد وكما كل يوم جمعة امتلأت الساحات بالمتظاهرين بطلبة الكليات والمدارس، المدارس الإعدادية. المتظاهرون لا زالوا متمسكين بالسلمية، والحكومة أفلست وأرسلت ميليشيات في هذا التأمين السليماني في إحدى الساحات المتظاهرين. في الناصرية، نعم بالتحديد، هناك شهيد. نعم. بعد محاولة الميليشيات إدخال النعش، يعني كيف سترد بس اسمح لي، كيف سترد المظاهرات على هكذا اعتداءات من قبل الميليشيات؟ والله لا خيار سوى السلمية، لا خيار سوى السلمية. نعم. يتفق عليه أغلب المتظاهرين، ما تريد أن تجر المتظاهرين، نعم، تريد أن تجر الثوار إلى معركة أو إلى العنف، لكن لحد هذه اللحظة لا خيار سوى خيار السلمية. نعم. لا خيار سوى الخيار الذي يرتضوه للخلاص من هذه الحكومة. الحكومة أفلست وأرسلت ميليشياتها للانتقام أو للتحرش أو لابتزاز المتظاهرين في هذه الساحات. طيب. وإلا فلماذا ترسل الحكومة ميليشياتها لتأمين السليماني في ساحة الحدوث بالذات التي تغص وتمتلئ بالمتظاهرين؟ الحكومة أفلست، وهذا دليل على أفلاس الحكومة. طيب سيد عبد الله، أنصار التيار الصدري اقتحموا بالأمس المطعم التركي لترشيح احدى الشخصيات لرئاسة الوزراء، كيف كان رد المتظاهرين عليهم ومحاولات الصدر مستمرة من اجل ركوب الموجة؟ اخي، الصدر منذ الايام الاولى للثورة، لثورة تشرين، حاول ولا زال يحاول، وبالأمس حاول بشكل علني ومفضوح. حاول يركب الموجة من خلال فرض مرشحيه القاضي رحيم العقيلي المرتبط بالتيار الصدري، نعم، وعبد الغني الاسدي الرجل الضعيف الهزيل امام الحشد الشعبي الذي لا شخصيه له. نعم. المتظاهرون خرجوا، الناس خرجوا في مظاهرات اعتصامات عفويه. لا يريدون اي رئيس وزراء، لا يريدون رئيس وزراء غير مرتبط باي جهه سياسيه. نعم. لم يستلم اي منصب او لا، كل المطروح من قبل التيار الصدري. نعم. التيار المتظاهرون، لسان حال المتظاهرين يقول سيد مقتدى الصدر او زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لديه 50 برلماني، وماذا قدم للشعب؟ نعم. على مدى 16 عاما. فهل وهل يمكن الوثوق بشخصيه الشعب يرفض وجود ايران ومن معها ويثقون بمقتدى الصدر الذي ذهب ليعزي بقاسم سليماني وغرد يقول عنه شهيد؟ طيب يعني هل يمكن للعراقيين أن يثقوا بهكذا شخصية أصلا؟ أخي، مقتل السليماني وما قبله، هذه الحوادث كلها فاضحة، وأظهرت الخبيثة من الطيب، أظهرت من يصطف مع الشعب. نعم. ومن يصطف مع حكومة الملاذي، حكومة طهران وحكومة بغداد. نعم. الكل يدعي أنه مناصر للثورة، لكن المواقف واضحة. نعم. أخي، كل الشعب، أغلب الشعب العراقي وخاصة المتظاهرون في الساحات يعلمون ما مقتدى، ويعلمون مقتدى مع من، ويعلمون محاولات ركوبه الموجة على مدى 3 أشهر مضت. فلهذا الناس هنا في ساحة الاعتصام واعون جدا. لهذا أجبروا أو طردوا ممثلين تيار الصدر الذين يعدون بالمئات تقريبا. ليست أعدادهم، الذين حاولوا إلى حد متى أمس أن يفرضوا أجندتهم، أن يفرضوا مرشحيهم على المعتصمين. يوم أمس فرض القاضي رحيم العقيلي، لكن المعتصمون أو ممثلي المعتصمين في ساحة التحرير رفضوا، مما أدى انسحاب أو انسحاب أنصار التيار الصدري الذين كانوا يسيطرون على بعض الخيام ويحرسون حديقة الأمة.
طيب. المعتصمون كانوا هم يحرسون الفندق التركي وجسر الجمهورية منذ اليوم الأول للثورة. المعتصمون لم يكونوا يثقوا بأنصار التيار الصدري الذين يسمون القبعات الزرق. القبعات الزرق وضحت الفكرة سيد عبد الله حتى لا نتوسع. أشكرك شكرا جزيلا عبد الله الفراجي الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.